الرئيس السيسي يتابع جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية. واختتام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي مورغان 17. السابعة مساء في القاهرة، موجز الأهم وآخر الأنباء من تلفزيون النهار، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام. ووجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفعالية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية. كما وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية، أخذا في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين على المستويات الاقتصادية والبيئية والصحية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، وذلك لمتابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري والمساهمة في خطط الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر. ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية. كما وجه الرئيس السيسي أيضا بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات الإلكترونية. واصلت قوافل صندوق تحيا مصر تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصصات العيون للمواطنين الأولى بالرعاية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج والنظارات الطبية والعمليات الجراحية مجانا. هذا وقد نظم الصندوق 23 قافلة للمبادرة الرئاسية نور حياة خلال شهر يناير الجاري، وقدمت الخدمة الطبية لنحو 18,000 مواطن من نحو 73 قرية في 15 محافظة. اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي مورغان 17 والذي استمر لعدة أيام بالسعودية. مزيد من التقارير في سياق هذا التقرير. اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك مورغان 17 والذي استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية. تضمن التدريب تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ استطلاع تكتيكي ضد الأهداف البحرية، وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية. كما شمل التدريب تنفيذ عناصر القوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية عدة رمايات بالأسلحة الصغيرة والقناصة، والتدريب على أعمال اقتحام المباني
والتي أظهرت ما يتمتع به الجانبان من كفاءة قتالية عالية. حضر المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لمكافحة الجريمة بشتى صورها. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 367 عنصرا إجراميا بنطاق 21 مديرية أمن ومصرع اثنين من العناصر الإجرامية، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، مخدرات، سلاح، سرقة. وضبط معهم 275 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 51 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 896 قطعة سلاح ناري، أبرزها 137 بندقية، 64 بندقية آلية، 46 مسدسا، 649 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و80 خزينة، إضافة ل 1263 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 489,865 حكما قضائيا بإجمالي 35,492 متهما، من بينهم 1,929 حكم جناية و 177,182 حكم حبس و 244,793 حكم غرامة و 65,961 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 9 تشكيلات عصابية ضمت 31 متهما قاموا بارتكاب 84 حادثة متنوعة، وتم كشف غموض 55 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 141 متهما. كما تم إعادة 8 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1345 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1506 متهما وبحوزتهم أكثر من 145.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 2732 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر. كما تم ضبط كمية من بذور القنب المخدر وزنت 100 كيلوغرام، وكمية من مخدر الهروين قاربت 27 كيلوغرام، إضافة إلى حوالي 15 كيلوغرام من مخدر الاستروكس
وعدد 11816 قرص مؤثر، و 4560 قرص ترامادول مخدر، و 9845 قرص كبداجون مخدر، و 3 كيلوغرام لذات المخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 48 مليون جنيه. كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. كان هذا موجز السابعة مساء من تلفزيون النهار، مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.